لما يقول، لما تسمع واحد يقول لك الامير عبد القادر المغربي مثلا، فطالما يروحك طالما يروحك مساك ميطاج يعني. بومديان اليوم، بومديان اليوم صباح صباح بومديان اليوم بومديان كريستيانو ميسي كاع حتى مغاربه كاع. السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في الفيديو الجديد. وانا تندور في الفيسبوك لقيت واحد الفيديو مكتوب عليه الدراجي يفتح المغاربه، وملي جيت نشوف هذا الفيديو اللي قالوا هما انه تسجيل صوتي مسرب، مع العلم انه ما نظنش مسرب، وباينه غادي يكون غير هو ولا دوك صحابو اللي كيهضر معاهم هما اللي مسربين هذا التسجيل هذا. المهم نخليكم تستنوا لهذا الفيديو هذا، وديك الساعه نجاوبوا على الهضره ديالو. لما يقول، لما تسمع واحد يقول لك الامير عبد القادر المغربي مثلا، فطالما يروحك طالما يروحك مساك ميطاج يعني. بومديان اليوم، بومديان اليوم صباح صباح بومديان اليوم بومديان كريستيانو ميسي كاع مغاربه حتى تبون، حتى تبون قال لك من مواليد مش عارف وين. واش حنا عمرنا قلنا ان الامير عبد القادر مغربي؟ ما عمرني انا شفت شي مغربي تيقول لك بان الامير عبد القادر مغربي. وبالنسبه لهو لي بومدين ما تنقولوش حنا راه مغربي، تنقولو تدرب في وجده، تدرب في المغرب، يعني ديك الرجوله ديالو خداها من المغاربه، وكانوا المغاربه مرحبين به. لكن دار ما درتي نتايا، جيتي للمغرب تهلاو فيك المغاربه، شكرتي محمد السادس، قلتي اتمنى الخير للمغاربه اولا وللجزائريين ثانيا وبالدليل، لكن غير مشيتي من المغرب وتتقلب الفيسا وبديتي كتسب في المغاربه. شوفوا معايا هنا، سولوا الصحفي قال ليه ما رأيك بإشادة الملك محمد السادس بتتويج منتخب جزائري وقوله أن المغاربة شعبا وملكا سعدوا بهذا الفوز، وهل هذه التهنئة قد تكون خطوة أولى لفتح الحدود بين البلدين؟ شوفوا الدراجي شنو غايقول. ده خطوة ولبنة أخرى ومبادرة أخرى ومد يد أخرى، أن يتحدث جلالة الملك عن منتخب جزائري متوج بكأس أمم أفريقيا، فهذا أمر عنده دلالات كبيرة جدا. يعني أنا لا أعتقد بأن هناك ملوك أو أمراء وحتى رؤساء دول أخرى يتحدثون بهذا الشكل عن تتويج منتخب آخر مثل ما تحدث عنه جلالة الملك بهذا الشكل أسبوع تقريبا بعد التتويج، في ذكرى عزيزة على الشعب المغربي وعزيزة أيضا على جلالة الملك. أعتقد بأنها تحمل الكثير من الدلالات وتحمل الكثير من المعاني ووصلت الكثير من القلوب في الجزائر. نتمنى الخير إن شاء الله للمغرب أولا، للجزائر ثانيا، ونتمنى إن شاء الله كل ما يريده الشعبان يتحقق، سواء كان الشعب المغربي أو الشعب الجزائري. وكما شفتوا غير مشى القطار وهو يتقلب بحال الحرباء. أما ذاك زين السميات هو ما عمرنا ما قلنا مغربي وما عندنا ما نديرو به، ما عمرني أنا شفت شي رئيس جملة مفيدة ما تعرفش يقولها، بحال هذاك خونا كيطلع كيبقى عاطي على الخرطي والكذوب. اش غنديرو بيه حنايا؟ هذاك نقولو مغربي اش غنديرو بيه؟ وبالنسبه لميسي، ميسي كنظن واقيلا تخلطوا لكم الاوراق. ميسي اخويا راه ديالكم اللي قالتها، وحنا غنعطيكم الدليل باللي راه جزائريه اللي قالت ميسي جزائري. وعلى اللعب هذا ميسي على حسب معلومات التوعي يقول لك الاصل تاعو جزائري، يقول لك واقيلا عنده جنسيه، عنده ليغاسين تاع الجزائر على حسب معلومات التوعي، واقيلا من البلد تيزي وزو. سمعتيها ولا ما سمعتيهاش؟ هذه ديالكم اللي قالت بان ميسي جزائري، ماشي احنا المغاربه اللي قلنا ميسي مغربي. ما تبقاوش عايرونا صاحبي بالعيوب ديالكم. وانتوما سيدي اللي قلتو عبد الكريم الخطابي جزائري، وقلتو الرحالة ابن بطوطة جزائري، وقلتو جبل شوقال جزائري. غادي نوريك عاوتاني الفيديوهات والدليل، واسمع على ودني.
طريق البحيرات راح الان الى طريق اخر الى فرنسا. فرنسا الان هي متشبعه بالسينما الجزائريه، ربما كانوا هم محظوظين حاليا بمشاهده بعض الافلام الجزائريه. اذا دور الاعراض السينمائيه الفرنسيه متشبعه بفيلم ثوره زانج، هذا الفيلم للمخرج الجزائري المعاصر طارق تقية اللي صور احداث ابن بطوطه الرحاله الجزائري اللي طوف المنطقه العربيه من سوريا، تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا وحتى مصر. ابن بطوطه بنظره حديثه يعني. بنظره حديثه، بنظره جزائريه محضه. اذا هذا الفيلم يصور احداث الثورات العربيه اللي صارت مؤخرا، ولكن بقلت لطفي بلمسه جزائريه حديثه. سمعتي على ودنك؟ بن بطوطة جزائري. بن بطوطة سيدي هو مغربي من مواليد مدينة طنجة. واسمع شكون هو بن بطوطة. أرس طارو. ولد أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الطنجي الشهير بابن بطوطة، ولد في مدينة طنجة عام 703 هجرية 1304 ميلادية. ندوزو دابا اشنو قلتو على عبد الكريم الخطاب. أنا كبرلماني جزائري وكرجل قانون كما قال زميلي، أعتقد بأن اعترافنا بمساعدة ووقوف أشقائنا في المغرب إلى جانب الثورة الجزائرية وين ساعدونا؟ لا يعيبنا، لا يعيبنا. وحدة برك، بالك أنني غلط، أعطيني وحدة ساعدوني فيها، غير وحدة. دروك نعطيك وجود الجيش الجزائري على أرض مستقلة. وجد لأن الحكم في المغرب كان، لأن الحكم في المغرب كان مازال ماهوش متحكم كاملا، كان دوار كما هو الآن. نعطيك عبد الوهاب الطود مجاهد مغربي وكان مجاهد. هو من الريف وله ذو أصول جزائرية. الطود ذو أصول جزائرية. عبد الكريم الخطابي أو الخطابي الدكتور الخطابي جزائري. قال لك عبد الكريم الخطابي جزائري. وعبد الكريم الخطابي كما حنايا عارفين فهو من مواليد الريف، زاد في 1882 وتوفى سنة 1963. هذا دليل على أنكم تجدوا الشخصيات المغربية وتتردوهم ديالكم. وهذا خنشل عبد الكريم الخطابي غير باش ينكر بأن المغرب واحد نار عونات الجزائر. ندوزوا للمعضلة الكبرى. قال لك أن جبل توبقال جزائري وهزوه المغاربة ودوه للمغرب. المغربية السياحة الجزائرية في خطأ، ويتمثل في اعتبار جبل توبقال المتواجد بالمغرب جبلا جزائريا، وقد تم نقله من تلمسان إلى مراكش. موقع جزائري ناطق باللغة الفرنسية أوضح أن المواجهة بين الجزائر والرباط ما تزال متواصلة، وهذه المرة ظهرت قضية جيولوجية أبطالها باحثون جزائريون، مشيرا إلى أن باحثين بجامعة باتنا أكدوا على أن جبل توبقال كان يقع في سلسلة طرار بولاية تلمسان قبل نقله إلى منطقة مراكش بالمملكة المغربية. دابا خويا حافظ كل اللي خاصو يلوح راسو من السانكيام ايطاج، واش حنا ولا انت؟ تخيل معايا تقولوا لي جبل صح، عرفتي شنو هو جبل؟ هزيناه من الجزائر وجبناه للمغرب. واش نتوما بعقلكم اصاحبي تقولوا هاد الهضره؟ واش نتوما بعقلكم اصاحبي تقولوا هاد الهضره؟ ترى حتى داك تجيب حتى المسطي وتقول ليه راه المغاربه هزوا جبل توبقال من الجزائر وجابوه للمغرب، غيقول لك واش تمسطي انت؟ واش نتوما هبلتوا ولا مالكم؟ والله يا خويا كتب لي راه لا حول ولا قوه الا بالله. على هذا الحساب راه حنا اللي خصنا نلوحوا ريوسنا من السانكيام ايطاج والله. وجاي زعما وباغي تعايرنا بعيوبكم. حشومه صح والله، الا انا في بلاصتك وحشمت والله العظيم. وشوفوا معايا دابا هاد السيده هادي اللي قالت لك شجرة الأرقان اللي معروفة في العالم كامل أنها مغربية، أشنو قالت؟ أول يوم شفتها كانت عندها زيت تاع تينشوكي، تاع البذور تاع تينشوكي، وكان عندها زيت أرقان جزائري. هنا أنا قلت لازم نشد فيها هذه، باسكو لازمنا لو مارشي مونديال هذا تاع زيت أرقان الجزائر لازم تدي حقها منه مادام عندنا موجود. عندنا موجود عندنا الأرقان، ولكن العالم كله يظن باللي أرقان موجود غير في المغرب، هو غير صحيح.
شو هنا باش تعرفهم براه تيموتوا على شي حاجه مغربيه. المهم هما ما كرهوش يخنشلوا المغرب كامل. المهم المغرب ما تبقاش عنده شي حاجه اللي كتعبر عليه هو، فهمتوا كيفاش؟ هما خصهم ضروري يتشاركوا معنا في كل شيء. علاش هذا الشيء؟ هذا الله اعلم. ارو دابا نكملوا داك التسريب اللي لا حد الراجل. ف معليش دي فوا سان ديرونج با. وبعدين الراي 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 العالم باسرع عارف يصير تاعهم، الكسكس تاعهم، القفطان تاعهم، خلاص يا سيدي راه وليكم كل شيء. بالنسبه للكسكس هذاك معروفه اكله امازيغيه والمغرب مشهور بها. بالنسبه للقفطان، القفطان اخويا مغربي، طرتي ولا نزلتي، بغيتي ولا كرهتي، القفطان مغربي وبشهادة جزائرية. ولا بغيتو تأكدوا شوفوا هذا الفيديو هذا اللي حطيت مؤخرا على القفطان المغربي. بعدين الراي 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 العالم بأسرع عارف يصير تاعهم. اخويا الغنوش طيح خليناه لكم اخويا، خذوا هربحوا بي الله يسهل عليكم. ما عندنا ما نديرو حنا لا بغنق لا باش طيح الراي اخويا ديالكم. انا يا مغربي تنشهد ان الراي جزائري من هذا المنبر هذا، تنقول اخويا انا الراي جزائري. فوتوا عليكم اخويا غير ديالنا، فوتوا عليكم غير حوايجنا اخويا، وخذوا الراي ديالكم صافي. دابا حنا جاوبنا السي حفيظ بالادله بكل شيء، وهذا الشيء اللي جاوبناك عليه اخويا حفيظ راه غير قليل من بزاف. راه شي حوايج تقولوا صاحبي بحال مثلا حائط البوراق، بحال اصحاب الكهف، بحال ما عرفت شنو، راه شي كذوب تتقولوا اخويا. راه بنادم ما عرفش اخويا الناس اللي تيقولوا هاد الهضره واش عندهم عقل ولا لا. والله ما عرفش واش عندهم عقل ولا لا. وكما قلت لك حنا لا جاوبناك اخويا، راه نجاوبوك بالدليل. اي كذبه كذبتي غادي نمسخوك تمتم وبالدليل. طرشي ولا نزلتي نتوما اخويا اللي فيكم هاد العيب، وكتبغيو تعايرونا بالعيب ديالكم، هذا هو اللي كاين. المهم الاخوان غادي نخليكم مع هذا الفيديو اللي تيقولوا فيه بان حائط البراق ديالهم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. تحدي الان حيث كشفت شخصيات فلسطينيه ان هذا الوقف الاسلامي تعود ملكيته للجزائر، وبامكان السلطات في بلادنا المطالبه باسترجاعه، الا انها حذرت من الخطوه في الوقت الحالي، لا سيما في ظل التطورات الخطيره بالمنطقه والتي طفت على السطح، خاصه ما تعلق بتداعيات التطبيع المغربي الصهيوني. ورقه في الموضوع مع مريم دلومي. في مفاجاه من العيار الثقيل، كشف بسام أبو شريف المستشار السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات أن حائط البوراق بفلسطين المحتلة هو ملك للجزائر، مضيفا أن الإدارة الأمريكية تريد من السلطة الفلسطينية إلغاء أو التخلص من الوثائق التي تثبت ذلك.